الوجد وبديع السماع والمديع. التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد. ما المقصود باللحن عند القراء؟ اللحن عند القراء هو خطأ يطرأ على قراءة القارئ للكلمات القرآنية. السلام عليكم. عملية تلقيح ضد كورونا في المغرب غتشمل كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب اللي عندهم فوق 17 عام. العملية غادي تتم وفق برنامج محدد، واللقاح راه مجاني للجميع. دابا سنتوا ليا مزيان، عندي معلومات غاية في الأهمية لكم. اللقاح فيه جوج ديال الجرعات. الشخص اللي غيمشي اليوم الأول باش ياخذ الجرعة الأولى غيتم تحديد موعد باش يرجع ياخذ الجرعة الثانية، لكن بين الجرعتين خاصنا نحتافظوا على الإجراءات الوقائية كاملة. الجرعة الثانية مهمة بزاف، وبلا بها ما كاين لا مناعة لا والو. ومن بعد منها الأطقم الطبية غيحددوا عدد من الأيام اللي من خلالها غادي تكتسبوا المناعة. المناعة اللي كيكتسبها شخص واحد ما كافياش، خاصنا نتسناو حتى نتلقحوا كاملين ونحافظوا على الإجراءات الوقائية، الكمامة، النظافة، التباعد خلال مدة حملة التلقيح، حتى يتلقحوا أغلب السكان ويكون داثر الفيروس ونحافظوا على الصحة والسلامة ديال بلادنا. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الأفاضل، نبقى اللحظة مع حصة مباركة من الذكر الحكيم، وتشتمل على تلاوة عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، يتلوها على مسامعنا القارئ عمر القزبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد، لا إله معه ولا يشركه أحد. سبحانه من إله عظيم، سبحانه من إله رحيم. تبركنا وإياكم مستمعينا الكرام بتلاوة عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها على مسامعنا القارئ عمر القزبري. الوقاية مزيانة من تعقيم وتباعد وكمامة، بها كنحاولوا نحمي نفوسنا باش ننجيو اللي عزيز علينا. وباش نكملوا طريقنا خاصنا نبقاو متحدين كلنا، حيت العالم كله حل والتلقيح راه هو الحل. بالثقة والعزيمة والقيادة الحكيمة غادي نتغلبوا على هاد الجائحة اللي مسات العالم كله. والمعركة دابا اللي خصنا نتجندوا ليها بكل إرادة وثقة هي اللقاح.
اللي دابا متوفر باش يخليك تعيش وانت مطمئن على صحتك ومرتاح. الحمد لله اللقاح دابا في بلادنا وبيه غادي نحمي نفوسنا وتحسن أحوالنا. هذا هو الأمل الوحيد لبلادنا والعالم. غادي نكونوا من بين البلدان الأولين السباقين للتلقيح اللي غادي يحمينا كاملين. وباش نرجعوا لحياتنا الطبيعية خاص التلقيح يشمل الأغلبية. ضد فيروس كورونا نحمي راسي نحمي بلادي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. اليوم مع تطبيقات مسار الهاتف المحمول وصلت منظومة مسار لمرحلة جديدة، حيث غادي تدخل للهواتف الذكية بثلاثة ديال التطبيقات الإلكترونية، واحد خاص بالأساتذة وواحد بالأمهات والآباء وواحد بالتلاميذ. عبر تطبيق مسار مدرس، الأستاذات والأساتذة غادي يوليو يطالعوا على اللائحة ديال التلاميذ ديالهم وعلى جدول الحصص ويقوموا بإدخال الغياب والمراقبة المستمرة، كيف ما يمكن لهم يرسلوا الواجبات المنزلية للتلاميذ ويتبعوا إنجاز المقرر الدراسي ديالهم بشكل عادي. الأمهات والآباء ومن خلال مسار ولي حتى هما يقدروا يتبعوا النقاط ديال وليداتهم في الامتحانات والمراقبة المستمرة ديال كل مادة دراسية، ويشوفوا حتى الواجبات المنزلية ديال وليداتهم طالبين بإنجازها ويطالعوا على استعمالات الزمن والغياب. ونفس هذه الخدمات راه متوفرة كذلك للتلاميذ من خلال تطبيق مسار متمدرس المخصص لهم. هاد التطبيقات نستعملها مجاني، وسيلة جديدة وسهلة الاستعمال من شأنها تساهم في الارتقاء بمنظومتنا التربوية. هذا علاش خصنا جميع إدارة تربوية وأساتذة وأولياء أمور وتلاميذ ننخرطوا في هاد الورش. مع مسار المدرسة قربت منا أكثر. من روائع الهدي النبوي برنامج يعنى باستخلاص الدلالات والعبر من أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم. من روائع الهدي النبوي إعداد وتقديم فاتحة أبهي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا مجددا عبر هذا اللقاء مع لمحات طيبة ونفحات عطرة من هدي خير الأنام عليه أزكى الصلاة والسلام، وهي اليوم حول التذكير بفضائل شهر رمضان والحث على أسباب النيل الغفران. فها هي نسائم الرحمات والبركات تهب علينا من جديد بقدوم شهر رمضان الكريم، شهر الصيام والقيام، شهر النفحات والبركات، وموسم الخيرات والطاعات. موسم خير يتجدد كل عام ليكون محجة للطائعين المقبلين، فمن كان من أهل الطاعة تحرى عن واجباته وشمر لها وأحسن أداءها، أما من كان من أهل المعاصي فها هو الآن أمام فرصة لا تقدر بثمن، فرصة لطي صفحات العصيان السوداء وفتح صفحة جديدة بيضاء عنوانها توبة نصوح وإقبال على الله تعالى بعزيمة صادقة وهمة عالية. وقد بشر نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بفرح الله عز وجل بتوبة عباده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وكيف لا يفرح جل وعلا بتوبة عباده وهو من ناداهم وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكلنا أيها الأفاضل عباد لله تعالى وكلنا مذنبون وإن كنا مؤمنين لأن الله تعالى خاطب أيضا المؤمنين ودعاهم إلى التوبة فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية الثامنة من سورة التحريم. والتوبة النصوح هي التي اشتملت على ترك الذنوب والحذر منها والندم على ما سلف منها والعزم الصادق على أن لا يعود إليها تعظيما لله عز وجل ورغبة في ثوابه عز وجل وحذرا من عقابه سبحانه. وهذا إمام التائبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التوبة ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه النصوص أيها الأفاضل من القرآن والسنة كلها بشائر مفرحة تبث في النفوس روح تفاؤل والثقة بما عند الله عز وجل من صفح وغفران وعفو ورضوان. وشهر رمضان شهر التوبة، شهر الرحمة والمغفرة، ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يحفز الناس في هذا الشهر بالذات على الأخذ بأسباب المغفرة. من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ أي انتهى قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. والراغم الأنف هو الذليل، ورغم أنف فلان أي ذل كأنه التصق بالتراب. فالمعنى والله أعلم أن الإنسان الذي دخل عليه رمضان ولم يأخذ بأسباب المغفرة مع تنوعها ومع يسرها وبركتها في هذا الشهر فإنه يكون بذلك قد أصر على المعاصي، فكان الدعاء عليه بالمدلة ولصوق أنفه بالتراب والله أعلم. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان الأسباب الجالبة للمغفرة في شهر رمضان ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بصيام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بوجوب صوم رمضان واعتقادا بحق فرضيته، واحتسابا أي طلبا لما أعده الله تعالى للصائمين من جزيل الأجر وعظيم الثواب. وهناك أسباب أخرى للمغفرة في شهر رمضان دلت عليها النصوص الشرعية كذلك، منها قيام رمضان أي إحياء ليالي رمضان بالقيام،
صلاة الليل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. من أسباب المغفرة كذلك في رمضان أيها الأحبة إحياء ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأسباب الجالبة للمغفرة في رمضان أيضا اجتناب كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم عن أبي هريرة. وهذا حديث عظيم فيه بيان فضل ثلاث عبادات عظيمة لها منزلتها ومكانتها السامقة وفوائدها غير محصية ولا محدودة. من ذلك أيها الأفاضل أنها مكفرة لما بينها من صغائر الذنوب وجالبة أيضا للمغفرة. أول تلك الأسباب كما ورد في الحديث الصلوات الخمس المفروضة. فهذه الصلوات الخمس المفروضة إلى حافظ عليها المسلم فوقتها مع مراعاة شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فالله سبحانه وتعالى كيتفضل على هذا الإنسان محافظ على الصلاة بالمغفرة وكيتجاوز عليه كل خطأ أو كل سيئة وقع فيها المسلم ما بين تلك الصلاة والصلاة التي تليها. في حديث آخر أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، والدرن هو الوسخ. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فإذا كانت العناية بهذه الفريضة العظيمة والحرص على أدائها مستوفية طبعا للشروط والأركان والواجبات، إذا كان هذه العناية بهذه الفريضة العظيمة يعني له أثر في تطهير المسلم من الذنوب والخطايا في سائر الأوقات، فالأولى أن تكون هذه العناية في شهر رمضان الكريم أكثر من أي وقت مضى، أكثر من أي وقت في العام، لأنه شهر يضاعف فيه الأجر والثواب بغير عدد ولا حد. من الأسباب الجالبة للمغفرة كذلك أيها الأفاضل وهي كفارة لما بينها الجمعة إلى الجمعة، أي السبب الثاني حسب الحديث الجالب للمغفرة والذي يمحو به الله سبحانه وتعالى به الخطايا هو الحفاظ على صلاة الجمعة بالحفاظ على واجباتها وسننها ومستحباتها. ويؤكد ذلك أحاديث أخرى وردت أيضا في نفس السياق، منها ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤد أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه. والسبب الثالث لجلب المغفرة ومحو الخطايا هو شهر رمضان الكريم، ليجعله الله سبحانه وتعالى موسما سنويا للتوبة من الخطيئات والاغتراف من الحسنات. فاللي صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا حسب هذا الحديث يمحو ما وقع من الذنوب الصغيرة. وكل هذه المكفرات لما بينها يعني سواء الصلوات أو الخمس أو صلاة الجمعة إلى الجمعة أو رمضان لرمضان قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط مهم جدا وهو اجتناب الكبائر. لماذا؟ لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة.
ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فوعد جل ثناؤه باجتناب الكبائر العفو عما دونها من السيئات، وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، سورة النجم. والكبائر أيها الأفاضل هي كبائر الذنوب التي حرمها الله عز وجل، مثل الزنا والقتل وأكل الربا وشرب الخمر. أما اللمم فهي الذنوب الصغار التي لا يصر العبد عليها، فهذه الذنوب الصغيرة مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. فهذه إذن أيها الأحبة في الله نفحات طيبة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حول فضل هذا الشهر، شهر التوبة والإنابة، شهر المغفرة. فهنيئا لمن اجتهد وأخذ بأسباب ذلك كما بينها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حفاظ على الصلوات المكتوبة وحرص على صلاة الجمعة وصيام وقيام إيمانا واحتسابا وإحياء ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر، وتجديد توبة إلى ذلك من الأسباب الجالبة للمغفرة. جعلنا الله وإياكم من السباقين المسارعين إلى تجديد التوبة، وكذلك إلى كل الطاعات التي أمرنا بها المولى عز وجل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من روائع الهدي النبوي برنامج يعنى باستخلاص الدلالات والعبر من أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم. من روائع الهدي النبوي إعداد وتقديم فاتحة أبهي. أنس المجالس، جلسات للترقي ومكاشفة القلوب. أنس المجالس انتظروه كل جمعة في الساعة الرابعة بعد الزوال طيلة الشهر الفضيل. رمضان على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أنس ومؤانسة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الأفاضل، نعود بكم إلى رحاب الذكر الحكيم لنتبرك وإياكم بتلاوة عطرة لما تيسر من سورة هود، نستمع لها بصوت القارئ مصطفى مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها
وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم